عليكم الدار البيضاء. اهلا وسهلا. صباح الدنيا. صباح النور. مرحبا. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. تحيه لكم الطاقم والمستمعات كاملين. وتحياتنا لك ايضا. صباحكم مبروك اختي. الله يبارك فيك. غادي نعطيكم مسمن معمر بالحشوه ديال الدجاج مع سلين. مسمن معمر بالحشوه ديال الدجاج. حشوه دجاج. معسله. معسله غتجيب حلو بسطيله. هي يلا بغيت نقولها لك. نعم. غادي نعطيك العجين زلافه ديال الدقيق البيض. زلافه دقيق بيض؟ وزلافه ديال فينو سبيسيال كل نوع ممتاز. دقيق بيض وزلافه. مرطب يكون مرطب. وزلافه فينو. هي شويه ديال الملح. شويه ديال الملح. الخميره الحلوه واحد الخماره وحده. الملح وخماره. والماء بارد باش نعجنوه. والماء بارد باش نعجنوه. كنعجنو العجينة وخليوها ترتاح تقريبا ساعة هكا كترتاح باش ما ترتاحت كتجي زوينة. اها. غناخدو الحشوة عندنا الدجاج ديالنا. الدجاج في الكوكوط انا عطيك الطريقة. كوكوط. كنديرو الدجاج ديالنا في الكوكوط. اها. كنزيدو عليه بصلة مشلضة تكون كبيرة. تكون كبيرة ولا جوج صغار. كبيرة او جوج صغار. شوية ديال الملحة. اها ملح. بزار. بزار. خرقوم عود. خرقوم عود. سكنجبير. سكنجبير. وعود ديال القرفة. وعود القرفة. والزيت. 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 كنحركو هاد المكونات ونسدو على الكوكوط. ما نديرو لا ما لا والو. ونسدو عليها على الماء تيطيب لينا داك الدجاج. ما يطيب الدجاج كنحيدو من الكوكوط. كنحطو الشيش وكيقطر لينا. وكندوزو لديك الحشوة. تيقطر باش ما يقطرلناش العجينة. كنشوف لينا مزيان من الماء. كندوزو الحشوة ديالنا. كنخليوها نشعلو عليها الماء تتنشف ونزيدو عليها البيض. البيض اه. البيض نبقاو نطربو نديو نجيبو تا كينشف ونزيدو العسل. ونزيدو العسل. باش تتولي لنا الحشوة حلوة. كناخدو داك الدجاج ديالنا كنفرتوه في الكرادة بحال غنصاوبو للسطيلة. تا كنقطعو مزيان وكنزيدو لهاد البيض اللي عسلنا والبصلة. ولكن يكون ناشف مفيش الماء. صافي ندوزو اللي بغا يزيد الشعرية الثانية نزيدها. اللي مبغاش اختيار. صافي كناخدو الكويرة الأولى كنسرحوها مزيان راه كتكون كتجري ديك العجينة حيت كتكون رطبات مزيان باش ما خليتيها كتجي العجينة ديالو زوينة. أييه. كنسرحوها بالزيت مزيان كناخدو الحشوة كنحطوها الوسط. كنديرو نردو عليها العجينة بحال غنديرو الكموسة. أييه. كنحطوها ترتاح شوية ناخدو الثانية تاهي كنسرحوها مزيان. كنديرو فيها الحشوة ونحطو عليها الأخرى. نعم. كيولو عندنا جوج حيت العجينة رقيقة. صافي كنردو على تيا جين ونحطوه في الطاوة. كيجي بحال خويزات بحال بسطيلة صغار. كنخليهم تا كنكملو كلشي داكشي اللي عندنا كناخدو كنضربو بغير شوية خصهم يرتاحو. كناخدو الموس كنطلبوهم من الوسط شوية باش ما يتنفخوش لينا. نعم. وندهنوهم بالبيض وندخلوهم الفران. ملي كيخرجو السيدة بغا تزينو سكر كراسي تزينو. نعم. وبصحة وراحة. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك يا لالا مانيكا وتحية الناس ديال البيضاء.